هو ايه اللي يحصل لو شربت ميه وانا باكل؟ فعلا هيطلع لي كرش؟ لو عايز تعرف الحقيقه خليك معانا في انفورما. جاهزين؟ يلا بينا. السلام عليكم، معكم حسين سيد وحلقه جديده من انفورما. ما تنساش قبل ما نبدا تروح تعمل لايك على الفيسبوك، فولو على الانستجرام، سبسكرايب على اليوتيوب، ولو انت عايز تشترك في الاونلاين كوتشنج ابعت لي رساله على الفيسبوك او الانستجرام، وده لو انت عايز نظام غذائي وتدريبي مخصص ليك انت يعرف يوصلك للجسم اللي في دماغك في اسرع وقت ممكن. ويلا نخش في الحلقه. كنت قاعد بعد الجيم امبارح باكل في امان الله، وفجاه يا نهار ابيض انت بتعمل ايه؟ في ايه يا معلم؟ مالك في ايه؟ متعصب ليه؟ بتشرب وانت بتاكل؟ بتشرب وانت بتاكل؟ وفيها ايه يعني لما اشرب وسط الاكل؟ كده هيطلع لك كرش يا غبي، وعامل لي فيها انفورما، وعمال تنصح الناس وفيديوهات وبتاع. انت مش انفورما، لا انت مش انفورما، انا عارفك، انت فادي عضلات. يا خساره، يا الف خساره، يا الف خساره. استنى اشرح لك. طيب يا ابو خدود اوفر قوي. بس نيجي لسؤال مهم قوي، هل فعلا الميه قبل او وسط الاكل بتعمل كرش؟ اعتقد معظمنا سمع الجمله دي من زمان وصدقها من غير ما يسال ليه، ولما حبيت اعرف واسال ليه كانت الاجابه يا ابني شرب الميه وسط او بعد الاكل ده بيسبب سوء هضم كبير جدا، غير ان الميه بتنزل فوق الاكل بتخرجه بره المعده قبل ما يتهضم، بتقلل قدره الجسم على امتصاص الاكل ده فبيتحوش وبيطلع لك كرش. يا ابني افهم بقى. طب لو جيت قلت لك ان مفيش ولا اثبات علمي على الكلام اللي هو قاله ده؟ لا ده بالعكس، ده في دراسات علميه اثبتت ان الميه بتساعد على الهضم وبتقلل الوزن كمان. انت بتتكلم جد والنبي يا كابتن؟ اه والله. تخيل، دكاتره كتير ومؤسسات طبيه زي مايو كلينيك مثلا اكدوا ان مفيش حاجه اسمها ان الميه قبل او وسط الاكل بتبطئ الهضم دي خالص، وقالوا ان الميه بتساعد على عمليه الهضم جدا بانها بتساعد على تفكيك وتكسير الاكل وبتسهل طريق الاكل ان هو يوصل للمعده، زائد انها بتخلي الجسم يمتص الاكل احسن، ده غير ان الميه بتلين الاكل في عمليات الهضم وعمليات الاخراج وبتمنع الامساك. يا سلام. شفت بقى؟ ولو جينا لنقطه ان الميه بتاخد مكان الاكل فبتزقه بره المعده قبل ما يتهضم، زي ما قلنا من شويه الميه فعلا بتسهل على الاكل انه هيوصل للمعده، بس في المعده الموضوع مختلف. كل 300 مللي من الميه بيقعدوا في المعده تقريبا 10 دقائق بس لو بصينا على وجبه زي الغدا مثلا هتلاقيها في المتوسط بتطلع من المعده بعد 3 4 ساعات. فقول لي انت ازاي بقى الميه بتاخد مكان الاكل دي؟ الكسفه اللي انت فيها يا حازم. الميه بتنزل على الاكل بترطبه في المعده وبعد كده بتطلع تاني. ولو جينا بصينا ازاي الميه ممكن تقلل الوزن، الميه بنت اللذينة ليها ميزه حلوه جدا انها زيرو سعرات حراريه، واحنا عارفين من الحلقات اللي فاتت ان الجسم في حته ان هو يقل او يزيد في الوزن ما بيعترفش غير بمعادله واحده بس، سعرات حراريه داخله من الاكل ما السعرات الحراريه خارجه منه. يا دي النيله. بفكرك. فانت بقى لو شربت ميه قبل او مع الاكل بتحس بالشبع بدري، فمعنى كده هتاكل اقل وهتدخل سعرات حراريه اقل. وفي دراسه عملوها على 48 شخص قسموهم لمجموعتين، مجموعه بتشرب ميه كوبايتين قبل الاكل ومجموعه ما بتشربش خالص، ولقوا النتيجه بعد 12 اسبوع ان المجموعه اللي كانت بتشرب ميه قبل الاكل خست اكتر من المجموعه الثانيه 2 كيلو. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ لا الميه جامده. الخلاصه كده ان الميه وسط الاكل عمرها ما تعمل كرش، ده بالعكس الميه قبل او وسط الاكل مهمه جدا لو انت عايز تقلل وزنك. فنصيحتي ليك اشرب ميه، اشرب ميه، اشرب ميه. تيمور انت نمت يا ابني؟ اسحب يا بابا. كنت عاوز اقول لك اشرب ميه. وفي الاخر لو الفيديو فادك ما تنساش تعمل شير عشان تفيد صحابك كمان، وما تنساش تعمل لايك على الفيسبوك، فولو على الانستجرام، ولو انت على اليوتيوب دوس زرار السبسكرايب تحت عشان ما يفوتكش اي حاجه من انفورما. سلام.